السيدات والسادة، أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد. حضرت جنى وحملت معها تجربة جديدة في التعامل الشعبي والرسمي مع العواصف الثلجية، خبرات جديدة تضاف إلى خبرات العاملين في المؤسسات المعنية. ولكن هذا لا يعني ألا نقيم من جديد، وهو نهج نلتزم به لنرى أين كان الإنجاز وأين كان الإخفاق. قبل أن نبدأ حلقة ليلة تستشمل العديد من التغطيات، الحقيقة سنبدأ بالزميل محمد الشاكر من طقس العرب، وسنتحدث عن الإجراءات في العاصمة عمان في المناطق الشمالية الوسطى والجنوبية، كيف تأثرت بجنة، كيف كان تعامل الأجهزة الرسمية مع هذه العاصفة. لكن قبل ذلك أذكر بسؤال تطبيق شارك عبر الرؤية لهذا المساء، والسؤال يقول: هل أصابت التنبؤات الجوية؟ والإجابات نعم، لا، نوعا ما، وسنستعرض هذه الإجابات تباعا أثناء حلقة الليلة. قبل أن نبدأ بالزميل محمد الشاكر وسيكون معنا على الهواء مباشرة، سنستمع لجزء مما قاله الشاكر في استضافة عبر نبض البلد يوم الأربعاء بتاريخ 18/2، وشو حكى بالضبط عن جنى وما الذي حدث، سنتابعه مع الشاكر تباعا. بكرة في ساعات النهار رح تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، كما ذكرت قبل قليل رح نصحى صبح ما رح نتوقع الدنيا نلاقيها بيضة يوم الخميس، لكن الأجواء رح نحس أنها فرقت بالبرودة، هناك تدفق للهواء البارد، يعني الناس بكرة بتصحى بتلاقي الأجواء أبرد، باردة جدا، نعم باردة أبرد جدا مما كانت عليه اليوم. الأجواء بشكل عام يعني رح تكون غالبا غائمة، هناك يعني ربما تكون حتى توصف بأنها شديدة البرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية. الآن لو بننتقلنا طبعا يعني في استمرارية الوضع الحالي لبكرة تقريبا لحديث الظهر، راح تستمر الأمطار تهطل على شكل زخات مترافقة مع البرد وربما تكون غزيرة، لكن بكرة حتى في ساعات الصباح ما نتفاجأ نشوف مطر مخلوط بالثلج أو ممزوج بالثلج، ممكن نشوف ثلج عم بنزل لكن بكون معاه بعدين مطر، وهناك فترات من المطر والثلج تكون في ساعات الصباح وحتى ساعات الظهيرة. الآن بدءا من ساعات يعني العصر بعد الثنتين ثلاث، بعد الساعة 2:30 بالضبط، وساعات المساء يعني وصلنا دخلنا في الساعة 5 مساء، تبدأ ما يسمى علميا بجبهة هوائية قطبية وبين قوسين قوية باردة تعبر المملكة. وبداية عبور هذه الجبهة الهوائية القطبية يتوقع أن يبدأ تساقط الثلج بشكل تدريجي. الآن معنى كلمة تدريجي، أنا بحب أفصل كل مصطلح إذا تسمح لي اليوم، تساقط الثلج بشكل تدريجي راح يبلش على المناطق اللي بترتفع عن 1000 متر عن سطح البحر، نتكلم هنا ربما عن مناطق معتادة، رأس منيف، القاعدة، عبين، يعني جبال جرش وعجون العالية، وأيضا في العاصمة عمان غرب المناطق المرتفعة من غرب العاصمة عمان، في البلقاء كذلك أمر المناطق العالية تدريجي، مخطط فيه أنه لاحقا مع تقدم الوقت بنزل ل 900-800 متر عن سطح البحر. يعني مع دخولنا في ساعات المساء بتكون المناطق اللي فوق 800 متر عن سطح البحر بمشيئة الله تتعرض لتساقط للثلوج، وبالتالي مدام حكينا عن 800 متر نحكي عن أجزاء واسعة من العاصمة عمان. راح تبلش الذروة، الذروة تعني على أرض الواقع هبوب عاصفة ثلجية غير اعتيادية، إذا بدي أفسرها بطريقة ثانية تتساقط ثلوج كثيفة حتى قد تكون أحيانا توصل بينها شديدة الكثافة من حيث الهطولات فوق أغلب المناطق عدا مناطق الأغوار، البحر الميت والعقبة. هذه هي الحالة الجوية المتوقعة ليلة الخميس على الجمعة، يعني استمرار للثلج اللي بينزل بآخر النهار انه على 800 متر، بنخش بالليل بيصير على 700 متر، لما نقرب نصف الليل فجر يوم الجمعة تكون الذروة هطولات كثيفة، عاصفة ثلجية قوية جدا غير اعتيادية، عواصف رعدية، الرعد والبرق سيكون قوي جدا صباح يوم الجمعة. إذن كان هذا حديث المتنبئ الجوي محمد الشاكر لنبض البلد بتاريخ 18/2 يوم الأربعاء اللي قبل العاصفة هدى، وإحنا حبينا هذا المقطع تحديدا من نبض البلد أن يكون معنا الليلة حتى نحكي عن لحظة التعطيل يوم الخميس، كنا معطلين وبدأنا منذ الصباح نستمع ونتابع النكت وبعض الملاحظات حول عطلنا وما فيش إشي، والشاكر أكد في التنبؤ الجوي أنه صباح الخميس لن نتفاجأ إذا لم تكن العاصمة عمان بيضاء ومناطق المملكة مش بيضاء، لأنه
الموجة تدخل بعد الخامسة السادسة مساء. هذا حديث محمد الشاكر ذكر في المناطق الشمالية قبيل الساعة الثانية أو الثالثة من بعد العصر، بمعنى عصرا، بمعنى أنه هاي التوقيت اللي ذكرها محمد الشاكر تحديدا. ذكر العاصمة عمان بعد الستة في المرتفعات العالية، ومن ثم قلنا بعد 12 بالليل في موجة قوية تدخل العاصمة عمان وتدخل المناطق الشمالية والمسطى يوم الخميس. أنا هون ما بحكي عن ملاحظة التنبؤات الجوية، لكن أنا بتحدث عن بعض التشكيك اللي صار في أنه ما إجا ثلج. وين الثلج الصبح الخميس؟ ما حدا حكى أنه في ثلج الصبح الخميس، عطلة وشمت هواء وكان يوم تعطيل عادي لا أكثر ولا أقل. التعطيل كان لغاية احترازية خوفا من المنخفض، يقدم شوي صغير يسبق، وحتى اللي خارج العاصمة عمان بيقدروا أنهم يكونوا موجودين في مناطقهم وفي محافظاتهم، ما يكون في لحظة لما نخلص دوام في تحديدا في القطاع الخاص 6 مساء 5 مساء والناس بتروح بيوتها، راح تكون الطرق بعضها مغلق بسبب تراكم الثلوج، حركة السير راح تكون مش سهلة ولا يسرة. هذا تبرير للتعطيل قد يكون يوم الخميس، والحكومة أدرى بأسباب التعطيل وما تهدف له من تعطيل المؤسسات والدوائر الحكومية والرسمية يوم الخميس. خليني برضو نوضح نقطة أخرى، إحنا هون لا بنهاجم التنبؤات الجوية ولا ندافع عنها، إحنا بس نستعرض ما تم ذكره بتفصيله حتى ما نكون فقط نعمل على التشكيك فقط بما ورد. ما ورد كان واضح وصريح ودقيق جدا من محمد الشاكر، وبالنهاية كل ما فعله محمد الشاكر كان هو تنبؤ جوي. التنبؤ قد يصيب وقد يخطئ، وهو يضع ملاحظاته وما يملك من قراءات جوية أمام المشاهد والمتابع وأمام الجهات الرسمية، وهي لها أن تقيم وأن تقيم العاصفة، وحتى كل المؤسسات الرسمية قيمت هذه العاصفة أنها عاصفة قوية لم تشهد لها مثيل. راح نشوف بعض المشاهد اللي تثبت بأنه هذه العاصفة عاصفة مختلفة، عاصفة جاءت مختلفة عن سابقاتها على أقل تقدير، وراح نستعرض بداية من عجلون. حقيقة راح نتابع بعض المشاهد من محافظة عجلون، وهي إحدى المحافظات اللي شهدت تساقط كثيف وتراكمات كبيرة للثلوج. هذه المشاهد، هذه الصور التي نتابعها الآن هي لمحافظة عجلون يوم الخميس، وهي تظهر كميات الثلوج المتساقطة في المحافظة، والمحافظة راح نأخذ أكثر تقييما بالأرقام كميات الثلوج اللي شهدتها المملكة، تراكمات الثلوج في المملكة في مختلف المناطق. وبدي أذكر فقط أيضا أنه الزميل محمد الشاكر نوه هذا في هذه العاصفة، أنه محافظات لم ترى الثلوج منذ فترة كالزرقاء وإربد، والمدينة إربد تحديدا ستشهد تساقط وتراكم للثلوج. في الزرقاء وصل تراكم الثلوج 4 سنتي، أوكي هم إقلال، لكن برضو كان في تساقط ثلوج. مدينة إربد شهدت أيضا، المدينة ونتحدث عن مدينة إربد اللي في عادة تشهد تساقط غزير الأمطار فقط، شهدت تساقط ثلوج وتراكم للثلوج. هذول المحافظتين المدينتين، مدينة الزرقاء مدينة إربد، ممكن الفرحة تاعتهم كانت كبيرة بثلوج العاصفة جنى، وهم لم يعتادوا هذا المظهر، لم يعتادوا مظهر ومنظر الثلوج تتساقط وتتراكم في ذات الوقت. الآن راح ينضم لنا مباشرة الزميل محمد الشاكر مدير مركز طقس العرب والمتنبئ الجوي. زميل محمد مساء الخير. أولا، هل رحلت جنى وهل هناك ما هو في الطريق؟ لأنه الآن الحديث مستمر حول وجود عاصفة قادمة، عاصفة ثلجية قادمة، ماذا لدينا في الأيام القادمة؟ نعم، بحب أمسي بالخير على جميع الإخوة المشاهدين، بحب أمسي بالخير عليك زميل محمد، وأيضا حاب أحكي أنه بحمد الله رحلت اليوم أو بالأحرى أمس العاصفة جنى، تاركة معها جنيا للثمار لهذا الموسم. وصلنا إلى المعدلات السنوية وما زلنا في تقريبا شهر شباط، تجاوزنا أو وصلنا إلى معدلات الأمطار التي من المفترض أن تأتي خلال الموسم المطري والذي عادة ينتهي في شهر أيار، وبالتالي نحمد الله ونشكره
بأن ما تبقى من الموسم المطري القادم شهر 3 و4 و5 سيكون هو إضافة فوق المعدل السنوي. والحمد لله كميات الأمطار في كافة مناطق المملكة تقريبا اقتربت من معدلاتها، على عكس ما يكون في بعض المواسم الماضية وتكون أنه الشمال أعلى والوسط أوسط والجنوب أقل. لا، الآن معظم المناطق تقريبا أعلى من حول المعدلات، وإن شاء الله نصل إلى أعلى من المعدلات. أيضا تنويه بأن ذكرنا في حلقة نبض البلد في 19/10 بأن هذا الموسم المطري سيسجل بمشيئة الله تعالى كميات أمطار أعلى من معدلاته بمشيئة الله تعالى. العاصفة جنى رحلت، الآن تقريبا نعيش أجواء ما بين عاصفة جنى ومنخفض جوي سريع سيؤثر على المملكة يوم الثلاثاء، جالبا معه بعض الأمطار التي قد تكون على شكل زخات رعدية، ولكن لا يوجد هناك عاصفة قادمة خلال 8 إلى 10 أيام القادمة، حتى أن مع نهاية الأسبوع الحالي تحديدا يوم الجمعة ستكون الأجواء تماما مغايرة لما كانت عليه الجمعة الماضية. الجمعة القادمة درجة الحرارة في العمان، عفوا في العاصمة الأردنية عمان، تصل إلى حدود حوالي تقريبا 20 درجة مئوية بعدما كانت الجمعة الماضية تقريبا 0 مئوي. وهذه هي الميزة الأساسية لشهر شباط، بأن الأجواء تكون متقلبة ما بين أسبوع وآخر، وحتى في الأمثال الشعبية ذكرت بأن شباط مع الإرباط، وبالتالي يعكس أن الكتل الهوائية تصبح أكثر وصولا للمملكة سواء الدافئة أو الباردة، وبالتالي يحدث الانقلابات الكبيرة. أعود وأكرر عبر نبض البلد، عبر تقصي العرب، عبر الرؤية، بأن لا نلتفت خلف الشائعات التي دائما تخرج بعد وعقب أي عاصفة بأن هناك عاصفة أقوى أو عاصفة قادمة. شاهدنا في شهر واحد خضنا شائعات تقريبا أكثر من 20 يوم متواصل، وكذلك الأمر قبل شهر واحد، والآن ربما يعني راح نفوت بنفس الفترة. بدعو المواطنين أول شيء أنه يأخذون المعلومة من مصدرها، أي مصدر طبعا موثوق بالنسبة لهم. الأمر الآخر هو نداء خاص لجميع المواطنين بعدم إلفاق الشائعات إلى رؤية أو إلي شخصيا أو إلى تقصي العرب حول أن هناك عواصف قادمة. نحن لدينا قنوات رسمية نستطيع الخروج من خلالها ونقول ما هو قادم من الأجواء. لكن اسمح لي أستوقفك دقيقة. يوم الجمعة تحديدا في بعض المناطق في المملكة ممكن يعني ما في هبة على الطريق، لأنه بتعرف إحنا بنسمي العواصف، ففي مشكلة يبدو في التسمية. في هبة ما في على الطريق، إحنا بنحكي عن منخفض جوي بسيط سريع سيكون يوم الثلاثاء، منخفض مطري لا أكثر. الجمعة الأجواء ستكون مشمسة ودرجة حرارة 20 درجة مئوية، وهيك خلص شهر 2 بدون أي عواصف أخرى قادمة بشهر 2. نعم، نعتقد أنه مع نهاية مع وصولنا لنهاية شهر شباط لن يكون هناك فعاليات جوية رئيسية، لكن نذكر بأن شهر آذار هو من أشهر فصل الشتاء. يعني لا نلتفت أن شهر آذار هو شهر ربيعي، لا بالعكس هو شهر شتوي. في آخر أيام شهر آذار ندخل في فصل الربيع، وبالتالي الفرصة ما زالت مواتية للمزيد من المنخفضات أو الأمطار أو حتى العواصف التي شتوية التي قد تصل المنطقة واردة في خلال شهر آذار. ونحن في تقصي العرب ما زلنا نرصد أن هناك في المزيد من احتمالات للأمطار خلال هذا الشهر شهر أذار إن شاء الله. زميلي محمد، خليني أرجع مرة أخرى للتقييم حقيقة، وأين أصبت وأين أخطأت عشان نكون صريحين مع بعض. إحنا بدنا نيجي اليوم الجمعة، نعم، والجمعة أيضا أثار لغط حقيقة. ماذا تحدثت أنت عن يوم الجمعة، الارتفاعات اللي راح يتساقط عليها الثلوج تحديدا ما بعد 12 من مساء الجمعة؟ قلنا وذكرت أنه على 700 متر راح يكون في ثلوج احتمال من 12 بالليل لصباح يوم السبت. الثلوج كانت على مرتفعات أعلى من هيك، صحيح؟ نعم. شو اللي صار الجمعة؟ معلش. صحيح طبعا. الآن نبدأ بس بيوم الجمعة. ما حدث تحديدا أنه تحدثنا أنه بعد منتصف نهار يوم الجمعة ستتراجع حدة الفعالية الجوية في مختلف المناطق، الثلوج راح تخف بشكل تدريجي، وراح نصير نحكي أنه يوم الجمعة الثلوج راح تكون على شكل زخات متقطعة. الآن دخلت جبهة هوائية ليلة الجمعة على السبت، تحدثنا أنه هناك ديناميكية مختلفة لهذه الجبهة بأن مستوى تساقط الثلج سيرتفع، راح يصير ما بين 700 و800 على عكس ما كان في الجبهة الأولى والتي كان تقريبا 200 متر أو حتى وصل إلى أقل من 200 متر. ولكن في الجبهة الثانية أصبحت الديناميكية الأجواء مختلفة وأصبح تساقط فوق 700-800. أود أخي محمد أحكيك أنه في العاصمة عمان تحديدا والمنطقة الشمالية والوسطى تساقط الثلوج على المناطق التي زاد ارتفاع عن 800-900 متر، خاصة في ساعات ما بعد منتصف الليل، ولكن التراكم كان واضح في المناطق التي زاد ارتفاع عن 1000 متر عن سطح البحر. لو فقط تسمح لي
في في نظرة سريعة هذه الصورة للجبهة الثانية جمعة عسبت، فننسى العاصمة عمان على جنب، نأخذ المناطق الجنوبية، هذه المنطقة منطقة الرشادية الثلوج وصلت إلى مترين في الجبهة الثانية، عموم المناطق الجنوبية الكرك الطفيلة إمعان تعاني حتى الآن من أثار الجبهة الثانية والتي لم يسلط عليها إعلاميا أو من الجهات المسؤولة ما يحدث. ذهبنا يوم أمس إلى منطقة الرشادية وجدنا أشخاص يعملون في تساقط ثلوج بلغ أكثر من متر إلى مترين. هذه التراكمات الثلجية يعني لو واضح عندكم الصورة، هذول بني أدمين، الثلج واصل تقريبا 4 أو 5 متر. كنا في مصنع الإسمنت في الرشادية لافارج الأردنية، يعملون في صمت، لا إعلام لا تغطي لا شيء إلا عبر رؤية وتقصي العرب، وواضح كان تأثير الجبهة الهوائية الثانية على هذه المنطقة. بالنسبة للعاصمة عمان تساقط الثلوج خاصة مع ساعات فجر السبت، لم تكن التراكمات كبيرة كما هو متوقع في الشمال الوسط، ولكن كما ذكرنا في المنطقة الجنوبية ستهطل الثلوج كثيفة، واستخدمنا مصطلح لاقى إعجاب الكوادر والنشامة في منطقة الطفيلة تحديدا، ستطمر جبال الشراب الثلوج لأنه الثلوج متساقطة، أنا في حياتي لم أرى يعني مثيل لها في الأردن، ونتكلم عن أمتار من الثلوج، حتى أن المشكلة يواجهونها الجهات المسؤولة في الطفيلة بأين سيذهبون بالثلوج، مش فقط فتح الطرق، يعني أماكن وين نحط الثلج بحكول مبارح، يعني الثلج إذا بتحكي عن 2 و3 و4 وين نحطه. هذا مثال فقط للطريق القادسية، معظم البيوت مقطوعة في بلدية القادسية، ويعني عبركم بناشد الجهات المسؤولة ننتبه لهذه المناطق. إذا كان مبارح كان عم بيحكولي الدوام الساعة 10 كيف بدنا نروح، قلت والله أنا ما بعرف، يعني المنظر كان فعلا مهيب لهذه المناطق. الكرك والطفيلة هي المنطقتين التي تأثرتا بالجبهة الثانية والتي كانت عنيفة جدا. نعم في العاصمة عمان توقعنا الثلوج ولكن كانت أضعف مما هو متوقع، ولكن كانت أقوى بالمنطقة الجنوبية تحديدا في الكرك والطفيلة. طيب احنا مرة اخرى زميلي محمد خلينا برضو نكون واضحين وصريحين، يعني اخطأنا في التقييم او في تقدير حجم الثلوج المتساقط في العاصمة عمان في الموجة الثانية من عاصفة جنى، لكن فيما تبقى نحن اصبنا في كل ما ذكرنا، مش هيك؟ صحيح. طيب الان نعم، السؤال كانت نسبة التوقعات ربما الاعلى منذ نشأة طقس العرب. نعم الان بدنا نحكي عن حالة الانجماد اللي الان متوقعة، خصوصا انه بنحكي عن كميات متراكمه من الثلوج لا تزال ظاهره. صحيح. الان في الشوارع، الانجماد لمتى راح يستمر؟ الحاله المساء اليوم وصباح الغد. نعم، الانجماد المتوقع هذه الليلة وصباح يوم غد يتركز تحديدا فوق المرتفعات الجبلية العالية. نحن نتحدث عن جبال جرش وعجلون العالية، مناطق في العاصمة تحديدا تلال علي، صويلح، ضاحية الرشيد، مناطق العالية من المنطقة الوسطى. في البلقاء نتحدث عن زي وأم جوزة وأيضا منطقة البحيرة. في المنطقة الجنوبية نتحدث عن الكرك تحديدا في المزار ومؤتة، إضافة إلى مناطق القادسية والرشادية ووصول إلى الشوبك ومنطقة ما يسمى الهيشة ومداخل أيضا منطقة وادي موسى، وصولا جنوبا حتى مرتفعات معان كمناطق كرأس النقب في المنطقة الجنوبية وجبل مبرك. هذه المناطق الأساسية التي ستتعرض للانجماد بسبب أولا تواجد الثلوج وبالتالي ذوبانه أثناء ساعات النهار، مما يعمل على جعل الطرقات مبتلة وبالتالي تجمدها مع ساعات فجر يوم الاثنين. الأمر الآخر هو انخفاض درجات الحرارة السطحية بسبب وجود الثلوج أيضا. الآن باقي المناطق ممكن يكون فينا انجماد ولكن لساعة محدودة فقط صباح يوم غد وهو يوم الاثنين، هذه آخر ليلة في الانجماد. ندخل الاثنين على الثلاثاء بحالة جوية مختلفة تعمل على انحصار الانجماد تماما وارتفاع درجات الحرارة الصغرى ليلا بالمقارنة ما هي مسجلة في الأوقات الحالية. زميل محمد أنا بدي أشكرك كل الشكر، بداية أشكرك على كل ما قدمت وأشكرك على الصراحة والوضوح الآن في الحديث أيضا عن تنبؤاتنا الجوية، ماذا حدثت، كيف حدثت، كيف كانت، وما الذي حدث على أرض الواقع. وكنا حقيقة مرة أخرى لا نهاجم ولا ندافع، نتحدث بكل صراحة ووضوح وشفافية. مرة أخرى أشكرك جزيل الشكر الزميل محمد الشاكر مدير مركز طقس العرب. بعد الفاصل سنتحدث أكثر حول العاصمة عمان، المناطق الجنوبية وتحديدا محافظة الطفيلة، كونوا معنا. أهلا بكم من جديد مستمرون في هذه الحلقة والتي نبحث فيها تقييم
عاصفة جنى من حيث التنبؤات الجوية التي أنهيناها حقيقة في المحور الأول. سنتحدث أكثر حول تعاطي الأجهزة المعنية وتحديدا في موضوع الكهرباء ومواضيع أخرى، لكن قبل ذلك أذكر فقط بسؤال تطبيق شارك عبر رؤية لهذا المساء: هل أصابت التنبؤات الجوية؟ الإجابة نعم، لا، نوعا ما، وسنستعرض الإجابات تباعا أثناء هذه الحلقة. خليني أقرأ بعض الآراء والتعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بلال: أعظم إنجاز حل مشكلة الكهرباء التي تكررت لدينا في العاصفة. هدى: تحية لكل أجهزة الدولة العاملة. هبة تعلق: هذه المرة كان المواطن الأردني أكثر وعيا، وبالتالي لم نشاهد ازدحام على المولات والمخابز. وجدي: جهود رائعة للدفاع المدني والقوات المسلحة وأمانة عمان وقناة رؤية وموقع طقس العرب، وجزاهم الله كل خير. وعلياء تسأل: هل سيكون هناك منخفضات قادمة؟ ما مدى قوتها؟ الإجابة وردت على لسان الزميل محمد الشاكر: لا منخفضات، باستثناء منخفض الثلاثاء ومنخفض سريع جدا، منخفض مطري، ومن ثم حتى نهاية شهر شباط لا يوجد أي منخفضات جوية. حمزة عبر تويتر يقول: يجب أن يمأسس النهج والعمل الذي بذلته مؤسسات الدولة وبالتشارك مع القطاع الخاص ليصبح ديدا للحكومات القادمة. خلينا ننتقل مباشرة لموضوع الكهرباء ونبدأ بالمنطقة الوسطى، ومعنا عبر الهاتف المهندس زياد الحمصي الناطق الرسمي باسم شركة الكهرباء الأردنية. مهندس زياد، مساء الخير. مساء النور، وأهلا وسهلا أخ محمد. مهندس زياد، بدنا نعرف الأعطال وأسبابها في إقليم الوسط اللي أنتم مسؤولين عنه، وسرعة الاستجابة كيف كانت لهذه الأعطال؟ نعم، تقريبا تلقت شركة الكهرباء الأردنية 21,591 اتصال، نتج عنها عدد من الأعطال حوالي 1,402 عطل. يعني في مساء يوم أمس كانت معالجة جميع الأعطال. كانت الأعطال الحمد لله عن طريق غرف العمليات الرئيسية والفرعية في شركة الكهرباء الأردنية، تعالج جميع الأعطال أول بأول، يعني بتقنية عالية كانت من جميع الكادر الفني والهندسي التابع لشركة الكهرباء الأردنية. والحمد لله يعني مر المنخفض بسلام، ويعني إن شاء الله أنه كان أداءنا ممتاز بخلال هذا المنخفض. مع كم شكوى تعاملتوا مهندس زياد مرة أخرى اسمح لي؟ 1,402 أخي محمد. 1,402 شكوى، وتم معالجة كافة الأعطال ليل أمس. قديش كانت سرعة الاستجابة؟ بس أنا هاي سؤال مهم. والله يا أخي محمد، كانت الأعطال اللي تيجي يعني باليوم بنفس اليوم تتعالج خلال فترات يعني قياسية سريعة جدا، ما كان في أعطال تتأخر لثاني يوم أبدا بتاتا، يعني لأن الطرق جميعها الحمد لله كانت يعني جيدة. انتشار الفرق الفنية والهندسية في الشركة كان يعني بشكل ممتاز. الجاهزية الحمد لله كانت عالية، والحمد لله كان يعني في أداء ممتاز الحمد لله. بدي أشكرك كل الشكر المهندس زياد الحمصي الناطق الرسمي باسم شركة الكهرباء الأردنية. وخلينا أنتقل لحقيقة المنطقة اللي شهدت مشاكل أكثر، وهناك كان العديد من الشكاوى اللي وصلت رؤية الحقيقة، وأنا نتحدث عن إقليم الجنوب. وسيكون معنا عبر الهاتف، أو معنا حقيقة عبر الهاتف، الناطق الإعلامي باسم شركة توزيع الكهرباء الأستاذ ياسين الخطاب. أستاذ ياسين، مساء الخير. مساء الورد حبيبي عليك وعلى كافة مواطنينا الكرام. أهم الأعطال أسبابها في إقليم الجنوب، وقديش كانت سرعة الاستجابة بداية مهندس ياسين؟ عزيزي، كانت سرعة الاستجابة الحمد لله في محافظات الجنوب على مستوى عالي من الجاهزية، باستثناء اللي واجهناه في مدينة الطفيلة، وبحب أتكلم الآن عن محافظة الطفيلة بعجالة وبثلاث محاور. المحور الأول الواقع، الجاهزية، الحل. واقع الحال محافظة الطفيلة تتغذى بالكهرباء من محطة الفوسفات بحسها شمالا وبخط يصل طوله بتفريعاته الرئيسية لما يزيد عن 100 كيلومتر ويمر بمناطق وعرة وصعبة، وتتغذى من محطة الرشادية جنوبا بخط يزيد عن 30 كيلومتر طول وبمناطق وعرة ومرتفعة جدا. وسمعنا الآن ببرنامجكم اللطيف أنه ارتفاع الثلج كان في الرشادية بحدود المترين. الآن من المتوقع حصول أعطال بالشبكة لطول الخطوط الكبير نسبيا. الجاهزية كانت متواجدة بالشركة ومن خلال خطة طوارئ معدة مسبقا من غرف عمليات توزيع الورش، فتح مستودعات، استجابة الاتصالات في غرف الطوارئ مركز الاتصال، وجاهزية آليات واستئجار جرافات. احنا راضين عن أدائنا، وبالتنسيق مع القوات المسلحة ومن خلال المجندرات وصلنا إلى أماكن الأعطال
واللي لا يمكن للشركة امتلاك مثل هاي الآليات اللي هي المجنزرات. الآن احنا بقينا في الميدان ولم نتوانى عن العمل بالرغم من كثافة الثلوج والظروف القاسية والتي يعلمها ويدركها أبناء المحافظة كونهم عاشوها. الحل عزيزي لمشكلة كهرباء الطفيلة يكمن في إنشاء محطة تحويل رئيسية بقدرة 132 كيلو فولت بالقرب من المدينة، وهذا الشأن من اختصاص شركة الكهرباء الوطنية، وسيتم العمل بالتنسيق معها بإذن الله ومع كافة الأجهزة الرسمية الأخرى للوصول لهذه المحطة وحل إشكالية كهرباء الطفيلة بشكل عام. اسمح لي، الحل أمر إيجابي أن يكون في حلول على الأقل مطروحة الآن في 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 مثل الضرب، نعم. لكن اليوم في هاي اللحظة اللي بحكي معك فيها، نعم. هل هناك مناطق في جنوب المملكة لا تزال مقطوعة عنها الكهرباء؟ لا، حاليا الحمد لله ما في أي أعطال جماعية عندنا في محافظات الكرك الطفيلة معا على خطوط الضغط المتوسط. قد يكون هناك بعض الأعطال على الأمور الفردية، أما كافة الأعطال الحمد لله تم إعادة الكهرباء. طيب. اسمح لي أن أبقيك على الهاتف معنا مهندس ياسين، وخليني أخذ على الهواء مباشرة رئيس بلدية الطفيلة الكبرى المهندس خالد حنفات. مهندس خالد، مساء الخير بداية. مساء النور، أهلا وسهلا فيكم. الحقيقة سمعنا كثيرا عما يحدث في الطفيلة، وأنت ابن الطفيلة وموجود هناك ورئيس بلديتها، ما الذي يحدث الآن في الطفيلة؟ كيف هي الأجواء؟ هل عادت الكهرباء إلى المدينة؟ هل هناك لا تزال شكاوى حول الكهرباء تحديدا؟ بداية شكرا لكم ولقناة رؤية على اهتمامها بقضايا الوطن والمواطن. والحقيقة اللي حصل هو منخفض جوي حاد أثر على البنية التحتية وللأسف على الشبكة الكهربائية المتهالكة، والتي انعكست على أنه انقطعت الكهرباء لمدة يومين في بعض المناطق، 48 ساعة في بعض المناطق. هذا الكلام حقيقة صار يشكل إرباك ويشكل احتقان لدى أبناء الطفيلة، لأنه تعرف أنه الكهرباء الآن هي عصب الحياة، الأفران، حتى اتصالاتنا نحن كعمليات طوارئ شلت تقريبا بسبب انقطاع الكهرباء، الحركة اليومية شلت بالكامل بسبب انقطاع الكهرباء. حقيقة أنه إحنا حاولنا نتواصل مع الكهرباء، وأنا زرتهم في مكتبهم وحاولت أني أعرف شو السبب، شو اللي بدهم إياه، شو احتياجتهم للآليات حتى نوفرها لهم، لكن للأسف كانوا بالرغم من أنه بذل جهود يعني كبيرة الشباب اللي هم الكوادر البسيطة اللي موجودة في الطفيلة، إلا أنه الشبكة المتهالكة والتي وبعد محطات التحويل التي تخدم الطفيلة انعكست على أنه سببت أنه انقطع الكهرباء لمدة يومين. وحقيقة هناك غضب حقيقي لدى أبناء الطفيلة من تكرار هذه العملية على مدار السنين الأخيرة. أنا مهندس ياسين عم بذكر المهندس خالد صراحة أنه انقطاع في الكهرباء استمر يومين ما قدرنا نوصل أماكن العطال، معلش عشان نكون واضحين. سيدي الفاضل، انقطع في الكهرباء من فجر يوم الجمعة الساعة 5 وعادت الساعة 5 المساء، يعني 12 ساعة، ثم عادت وانقطعت الساعة 6:45 دقيقة فجر السبت، وعادت إلى الساعة 10:30. هذا عن الخطوط الرئيسية. القادسية كان لها خصوصية، استمر انقطاع التيار الكهربائي فيها حتى الساعة 7 مساء من يوم السبت، وعادت بفضل الله وبفضل مجنزرات القوات المسلحة اللي استطاعت التغلب على الثلوج اللي تجاوزت متر ونص إلى مترين. طيب اسمح لي مهندس ياسين، أنا يعني المهندس خالد بسمعك. مهندس خالد، الانقطاعات استمرت 12 ساعة في بعض المناطق الطفيلات كما ذكر المهندس، لكن حقيقة في القادسية والعين البيضاء والعيس لمدة حوالي 48 ساعة، وهذا حقيقة أنا عانيته. وحتى لما توصلنا إلى العطل، نحن كنت في معية معالي وزير البلديات وعطوفة المحافظة ومدير مجلس خدمات، كنت ذهبنا إلى منطقة في القادسية بعيدة 40 كيلو عن قصبة الطفيلة لمتابعة الموضوع، وقالوا ذكروا الإخوان اللي هم في الورشة، ورشة بسيطة جدا، أنه الآن وجدنا العطل. القضية ليست كانت في الآليات، القضية كانت في عطل لشبكة متردية ومهترئة للأسف أحكيها يعني أنا، لكن حقيقة هذا الكلام انعكس أنه القادسية، العين البيضاء، بصيرة، غرندل، العيس، تقريبا 40 ساعة. مهندس خالد، كنت موجود في المكان وذكروا المعنيين أن هناك تهالك بالشبكة وليست أزمة طرق، وصلت العطل قصبة الطفيلة كما ذكر المهندس صحيح، لكن معظم الطفيلة اللي ثلثين الطفيلة اللي هم في القادسية وبصيرة والعين البيضاء والعيس كانت تقريبا ما يزيد عن 40 ساعة،
وهذا سبب حقيقة احتقار. حتى نحن من كإدارة محلية نعمل بإدارة الطوارئ بالرغم من أنا لم نقصر ويشهد أبناء المجتمع، لكن حقيقة الناس كانت غير راضية عن الأداء كامل. ليش؟ لأن عصب الحياة كان الكهرباء، اتصالات الكهرباء، التلفزيونات كهرباء، والناس محشورة في بيوتها. حقيقة سبب إن غضب شعبي لمسناه في عيون الناس وفي تصرفاتهم وفي عدم رضاهم عن الأداء كامل حتى. طيب مهندس خالد، انت مره ثانيه بتاكد انه كل الطرق كانت مفتوحه للاعطال؟ انا هاي الملاحظه مهمه، يعني مهندس ياسين واضح المشكله كانت مشكله وصول لاعطال. سيدي انا ذهبت وطبعا بمعيه كان وزير البلديات، وزير شؤون البلديه والمحافظ الشهود على الكلام، وذهبنا انا ذهبت الى مدير مكتب الكهرباء، قلت اذا عندكم اي مكان بتتصلوا انا جاهز اوفر لي. قالوا نحن لم، يعني ذكروا انهم لم يسيطروا او لم يعرفوا موقع العطل. طيب مهندس ياسين عندك تعقيب على هذا الموضوع؟ ارجوك مهندس ياسين. اخر معلومه حقيقه يعني تفضل مهندس، اسمحوا لي لو سمحتوا. اذا سمحت خليني اكرر. تفضل مهندس خالد. اكرر لك المعلومه، امبارح في مثلث القادسيه الطريق الحسيني التصدير تصادفنا مع ورشة الكهرباء ومجموعة من الشباب، بحقيقة ورشة بسيطة وكافحوا الشباب للأماني، ذكروا أنهم الآن امبارح الساعة 6 مساء أو 5:30 حتى أكون دقيق، ذكروا أنهم الآن ولدوا العطل، ولما ولدوا العطل أمنا لهم آلية مجنزرة من الجيش. أنا في شهادة معالي وزير البلدية وعطوفة المحافظ ومدير مجلس الخدمات المشترك، كنا 4 في السيارة. أسمع ردك مهندس ياسين. سيدي الفاضل أنا بتفق مع جزئيات من حديث المهندس رئيس البلدية، لكن أنا بأكد لك أنه ورشنا قطعت تحت مغفر الرشادية في الطفيلة ولم تتمكن من المسير إلا بعد التنسيق مع مجنزرات القوات المسلحة ومع لوزرات الأشغال ومشوا خلفها إلى أن تمكنوا من الوصول إلى العطل وحلوا. اثنين، عطوفة مدير عام الشركة أدار غرفة العمليات الرئيسية في الطفيلة ومن الميدان، وكان موجود بالطفيلة وشاهدوا الموظفين والمواطنين والمسؤولين. كثافة الثلوج اللي ذكرها الأخ المتنبئ الجوي على برنامجك قبل دقائق، 2 متر لا يمكن التعامل معها بسهولة. بأكد على اللي تفضل فيه رئيس البلدية، طول الخطوط اللي تغذي الطفيلة من الرشادية شمالا جنوبا عفوا ومن الحسا شمالا بالنسبة طيب. للطفيلة مهندس ياسين أدت إلى هذا. أنا أرجوكم ما بدي بس نكرر نعم. أنفسنا في الحوار ونكون واضحين. أنا يعني نعم. بدكم تقعدوا هاي اليومين الجايين عشان تعرفوا وين المشكلة وتحلوها، ولا ابن الطفيلة اليوم بهمه تنحل الأزمة؟ نعم. يهم ابن الطفيلة أن تصل الكهرباء إلى الطفيلة وما تنقطع. سيدي المواطن الكريم في الطفيلة وفي سائر أنحاء المملكة له الحق بالتمتع بخدمة التيار الكهربائي. مشكلة إنشاء محطة تحويل رئيسية تابعة لشركة الكهرباء الوطنية بقدرة 132 كيلو فولت بالقرب من مركز الأحمال في منتصف المحافظة هو الحل الأول والأخير لمشكلة كهرباء. ونسبته بهذا الحل مهندس ياسين؟ نعم نسبته بهذا الحل. مهندس خالد عندك تعقيب؟ هناك حل سيكون للطفيلة لن تتكرر هذه المشكلة على ما ذكر المهندس ياسين؟ انا اود ان لا ابدو يعني عدائيا يعني حقيقه، لانه هو واجهنا حقيقه حاله من الاحتقان على مدار يومين واحنا في وجه الناس حقيقه، لكن الحل اللي حكاه المنتجين هو حل امثل، لكن بدنا حقيقه خطوه ملموسه. احنا اللي فات مات. طيب ماذا بعد؟ احنا مهندس خالد نتمنى انكم تجلسوا انتم شركه الكهرباء ويكون عندكم، وسنتابع القضيه معك ومع المهندس ياسين دائما وابدا. بدي اشكرك كل الشكر مهندس خالد، وبشكرك مهندس ياسين، سلطنا الضوء تحديدا على أزمة الطفيلة. الطفيلة اليوم لا يوجد أي انقطاعات للكهرباء في المحافظة، عادت وإن كان في وقت متأخر، بعض المناطق كالقادسية تحديدا عانت كثيرا من قضية وجود أو التيار الكهربائي تحديدا، ونأمل أن تتكرر هذه المشكلة، وحقيقة المناطق مناطق محافظة الطفيلة تحديدا شهدت انقطاعات كبيرة للتيار الكهربائي، و12 ساعة برضو مش قلال، والحل موجود. طالما الحل موجود بقي التنفيذ، وسنتابع تنفيذ هذا المشروع وتنفيذ هذه المحطة حتى لا تتكرر مثل هذه المشكلة في الطفيلة. خليني أذكر بسؤال أو نذكر النسب الأولية لسؤال تطبيق شارك عبر رؤية لهذا المساء. هل أصابت التنبؤات الجوية؟ النسب الأولية نعم 75%، لا 5%، نوعا ما 20%. بعد فاصل قصير سنتابع حوارنا أو عفوا
حلقتنا لهذا المساء من نبض البلد. أهلا بكم من جديد مستمرون في هذا الحلقة من نبض البلد، وحديثنا مستمر حول تقييم عاصفة جنى. وخليني أنتقل من الجنوب إلى الشمال، وتحديدا إلى محافظة عجلون، بلدية عجلون الكبرى. ومعنا عبر الهاتف المحامي نبيل القضاء رئيس البلدية. مساء الخير. مساء الخير يا مرحبا أبو باسل، يعطيك العافية. عجلون شهدت تساقط كثيف للثلوج، خرست الأجواء عندكم، أجواء جنى انتهت، كيف هو التعامل، حالة الطرق في عجلون، وكيف كان التعاطي مع العاصفة جنى؟ الله يمسيك بالخير ويعطيك العافية. وتغطية مميزة كانت حقيقة لرؤية في محافظة عجلون، نشكر هذه التغطية ونشكر القائمين عليها. بداية أخي الكريم، العاصفة جنى دخلت بلدية عجلون الكبرى ومحافظة عجلون، بداية كانت في رأس منيف ومنطقة سامتا، وكانت سماكة الثلوج قوية جدا وعلى سمكات متعددة. كانت بلدية عجلون الكبرى حقيقة الحمد لله بجاهزية عالية، وكوادر البلدية عملت على مدار الساعة، وتعاملنا مع العاصفة جنى بمجرد ما صار سماكة الثلوج 10 سنتي بدأت آلياتنا بالعمل، ولحد أول 6 ساعات كانت 60% تقريبا الشوارع الداخلية داخل حدود البلدية مفتوحة، ولكن لغاية الجمعة لوقت الصلاة وصلت ل 85%، ولغاية الساعة 2 كانت على مسربين الحمد لله شوارع بلدية عجلون الكبرى كانت فاتحة 100%. طيب أنا هناك في ملاحظة دائما مهندس، اسمح لي أستاذ نبيل. نعم. في ملاحظة دائما حول رأس منيف، شو وضعه اليوم؟ رأس منيف الحمد لله طبعا هي من ليلة أمس يعني كانت على مسربين فاتحة الطرق، ولكن شهدت عجلون بلدية عجلون أو محافظة عجلون الانجمادات ليلة أمس، لكن اليوم الحمد لله الطقس دافئ ولا يوجد هناك أي انجمادات. يعني كل الطرق الآن انفتحت والإجراء مستمر لمتابعة فتح أي طرق ممكن يكون فيها أي مشاكل، مش هيك؟ سيد الكريم، هي كل الطرق جميعها حتى الدخلات البسيطة للمواطنين مفتوحة 100%. وقد تشرفنا بزيارة معالي الوزير ومنطقة رأس منيف تحديدا، حيث أجرى اللقاء هناك في وكان يشوف بأم عينه كيف تسير عملية فتح الطرق منذ الساعات الأولى من العاصفة الثلجية. وكانت لنا عمليات أو غرفة عمليات مركزية تدير العملية على أحكم وجه، وكانت حقيقة لدينا خطة محكمة، وتميزت عجلون بأن طبقت هذه الخطة المكتوبة. اللي نتمنى دائما وأبدا على وزارات المملكة أو على حكومتنا الرشيدة أن تطبق ما هو مكتوب أو تصل لدرجة 50% من ما هو مكتوب. أشكرك كل الشكر المحامي نبيل قضاء رئيس بلدية عجلون الكبرى، كنت معنا عبر الهاتف، كل الشكر لك أبو باسل. خليني أنتقل مباشرة أو أرجع مرة أخرى للمناطق الجنوبية، ورح أرجع لمحافظة الكرك. ومعنا عبر الهاتف المهندس محمد المعيطة رئيس بلدية الكرك الكبرى. مهندس محمد مساء الخير، الحمد لله على السلامة، كيف تقيم أداء بلدية الكرك في الثلج أولا؟ مساء الخير لك ولكل الإخوة المشاهدين. كان أداء بلدية الكرك العاصفة الثلجية الأخيرة تطبيق للخطة الموضوعة من قبل البلدية للتعامل مع هاي الظروف الصعبة، فكان في عندنا غرف عمليات موزعة في كافة مناطق البلدية مربوطة مع غرفة عمليات البلدية، وأيضا هناك تنسيق كان عالي المستوى مع غرفة عمليات المركزية في المحافظة. تم استئجار عدد من الآليات من القطاع الخاص بحدود 16 آلية، أيضا إلى آليات البلدية اللي تمتلكها بحدود 5 آليات، وكان التعامل مع هطول الثلج منذ ساعات الأولى بحيث لا يتم تراكم أي ثلوج على الشوارع، وفي فترة المساء في العادة يتم رش الشوارع بمادة الملح حتى لا يحدث انجمادات في ساعات الصباح الأولى، والحمد لله أنه ما حدث أي انجمادات على المنعطفات الخطرة أو المنحدرات. وبعد الهطول الموجة الثالثة اللي كان في تراكمات كبيرة للثلج وصلت في بعض مناطق الكرك، منطقة العدنابية والحوية ومرود ومدين والمشارفة إلى سماكات تقارب 80-90 سنتيمتر، وفي بعض المناطق كان فيها
30 و40 في المناطق الشمالية من حدود بلدية الكرك الكبرى، وكان التعامل معها منذ البدايات والحمد لله تعالى أنه لم نشهد أي إغلاقات للطرق سواء الرئيسية أو الفرعية والثانوية والتخلات الصغيرة اللي كانت يعني بتأدي إلى منازل المواطنين. نعم. وكان هناك ارتياح عام بالبلدية لفتح الشوارع أول بأول. طيب. وأيضا تفضل مهندس حمد. تفضل. كان هناك تنسيق عالي المستوى مع كافة الأجهزة المعنية في محافظة الكرك، من قواتنا المسلحة، من قوات الدرك والشرطة والدفاع المدني والأشغال العامة ومجلس الخدمات المشتركة. أيضا كان هناك تنسيق مع ورش الكهرباء العام ضمن المحافظة وورشات المياه، وأيضا اتصال مع مدراء المستشفيات العاملة ضمن المحافظة للحالات الطارئة توصيلها أول بأول بالاستعانة سواء مع اخواننا في الدفاع المدني او اليات البلديه. طيب مهندس محمد، احنا دائما يعني مشكور، شكرا على الملاحظه، شكرا على توضيح كل ما قمتم به، لكن دائما بنحكي ماذا تعلمنا من عاصفه جنى. هل هناك اي اخطاء لمستوها في اثناء التعامل مع هذه العاصفه؟ ثغرات؟ اي مواقع بحاجه الى اليات اكثر مثلا، بحاجه الى المزيد من الحرص في التعامل مع العواصف القادمه؟ الموضوع المهم اللي هو أنا بعتقد أنه ضرورة تمكين البلديات من قبل الحكومة للقيام بدورها. هذا التمكين يتم ب يعني دعم البلديات ماديا، لأن أنا حكيت من البداية أنه الآليات اللي استخدمناها ضمن بلدية الكرك كانت 4-5 آليات، لكن استأجرنا 16 آلية اللي في آليات خاصة للتعامل مع الثلج، بحيث انه في بنيه تحتيه ما ندمرها واحنا بنستخدم هاي الاليات. يعني للاسف انه احنا بنفتح الطرق من هطول الكميات الكبيره للثلوج، لكن بنكسر في تعاملنا، بنكسر خطوط مياه، بنضر الارض بالاطاريب، بنكسر الطبقه الاسفلتيه السطحيه اللي يعني بندفع يعني ثمن لاستخدام هذه الاليات اللي غير مؤهله اصلا لفتح الشوارع. هاي ناحية. الناحية الثانية اللي هو مزيد من التعاون والتنسيق في مثل هاي الأحوال، يعني بيعطينا حماس أكثر للعمل، وبيعطينا يعني عدم التركيز على منطقة معينة من قبل كافة الجهات. يعني عمل موزع منذ البداية. أيضا يعني في الهطول الأخير يعني اللي هو بنقدم يعني التحيات والشكر للمواطنين الكرام اللي كمان ساعدونا في العمل، لأنه بقاهم نعم. في منازلهم إلا للحالات الضرورية. يعني هاي نقطة مهمة ساعدتنا كثير إنه ما يكون فيها عقبات في فتح الشوارع. شكرا جزيلا لك المهندس محمد المعايطة، رئيس بلدية الكرك الكبرى، مرة ثانية الحمد لله على سلامتك. خلينا ننتقل مباشرة حقيقة للعاصمة عمان ونختم في العاصمة عمان. معنا عبر الهاتف المهندس بكر العبادي، ناطق رسمي باسم أمانة عمان الكبرى. مهندس بكر مساء الخير. مساء النور، والله يعطيك العافية. مهندس بكر يعني يعطيك العافية، بداية كيف هي الحال في العاصمة عمان؟ كيف هو الحال وكيف كان التعاطي مع العاصفة جنى؟ أولا شكرا لك للأخوة المشاهدين على نبض البلد، وشكرا لكل وسائل الإعلام ومحطات المرئية والمسموعة اللي صحيح وقفت خلال هذه العواصف الماضية، وكانت سند حقيقي إن في تمرير الرسائل والتعليمات إلى الأخوة المواطنين أيضا مشكورين. إحنا يعني منذ 3 أيام ونحن أعلن حالة الطوارئ القصوى، وكان هناك استنفار كبير لكل الكوادر البشرية والآليات، وتم رفعها من 3000 عامل إلى 4000 شخص من مهندس وموظف يعملون في هذه العاصفة، وأيضا تم رفع عدد الآليات إلى 300 آلية. وأنت كما تعلم يعني الآن عندنا مساحة طرق في عمان تتجاوز 5000 كيلو متر طول، وهذا يحتاج إلى عدد كبير من الآليات والكوادر البشرية اللي تعمل على مدار الساعة. صحيح لا زالت كوادرنا تعمل لغاية الآن في طاقة القصوى، الحمد لله تم إزالة كل الثلوج اللي يعني موجودة على الشوارع الرئيسية والشريانات
الشوارع الفرعية الرئيسية، والشوارع اليوم تقريبا انتهينا من الشوارع الفرعية، بقي بعض الأشياء البسيطة اللي يعني لا يمكن الآليات أن تفوتها، لكن إحنا حاولنا بمساعدة عمالنا وعمال الوطن وعمال البيئة بالقيام بمساعدة الإخوة المواطنين لفتح بعض هذه المواقع، خوفا يعني من يعني أنه تسيل هذه أو الذوبان هذه الثلوج اللي يعني قدر الإمكان ما يمكن إزالته من هذه الثلوج ويخفف علينا في حالة الاندماج أو الصقيع. وأيضا قامت آلياتنا وكوادرنا بنقل تجمعات وتراكمات هذه الثلوج إلى مواقع يعني مساحات من الأراضي الفاضية اللي هي في منخفضة في حالة الذوبان، يعني تنزل باتجاه السيول والأودية، وبنحاول نخفف من وجود أو ذوبان هذه حتى نخفف من موضوع حالة الانجماد في ساعات الليل. نعم. يعني مهندس بكر، كل الشوارع في العاصمة عمان مفتوحة. نعم. كل الشوارع مهيئة للسيارات باتت اليوم. نعم. وغدا سيستمر العمل لأنه لسه بنشوف برضو لنزلنا. نعم. يعني في الطرق الفرعية تحديدا وفي بعض المناطق لسه في شوية مشاكل. نعم. على الطرق مش هيك؟ لا يوجد يعني مشاكل الآن الحمد لله، تقريبا تم انتهاء حتى مساء هذا اليوم من كافة الملاحظات. احنا ما بنقول مشاكل لأن هي ملاحظات بسيطة، تم الاستعانة بأصحاب الخبرة من كوادرنا وتم الانتهاء منها مساء. نعم. وبدأنا بمرحلة أخرى جديدة اللي هي من طيب. صباح الأمس اللي هي موضوع النظافة والبيئة، وأيضا تم توزيع الملح منذ مساء الأمس. جميل جدا. كوادرنا وآلياتنا. نعم. في وضع الملح على المواقع التي تم تحديدها من قبل المهندسين، خاصة بالمنعطفات والمنحدرات اللي يعني بنخاف منها أو على الجسور حتى. نعم. وإذا يعني احتاج الأمر إلى وقف السير على بعض هذه التقاطعات أو الجسور بالتعاون مع إدارة السير سوف نوقفها، لكن الحمد لله لغاية الآن الأمور تحت السيطرة وجيدة. جميل جدا. بدي أشكرك كل الشكر مهندس بكر العبادي ناطق إعلامي باسم أمانة عمان الكبرى، شكرا جزيلا لك كنت معنا عبر الهاتف. الحقيقة مرة أخرى نهج التزمنا به دائما قبل العاصفة، نتحدث عن العاصفة، بعد العاصفة نقيم العواصف، ونتحدث بكل شفافية وصراحة حول كل ما يردنا من ملاحظات أيا كانت تكون. خليني فقط أذكر بالنسبة النهائية لسؤال تطبيق شارك لهذا المساء، وسؤالنا كان هل أصابت التنبؤات الجوية؟ النسبة النهائية 76%، نعم، 4% لا، و20% نوعا ما. بدي أشكر كل من يشاركنا حقيقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عبر تطبيق شارك، شكرا جزيلا لكم. نبض البلد كما هو دائما يضعكم بالصورة كاملة وبكل وضوح، بكل صراحة، بكل شفافية. مرت جنة على خير وقطفنا وجنينا ثمار الموسم المطري، نأمل أن يكون الموسم يحمل المزيد هذا العام على الأردن والأردنيين. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة من نبض البلد، اللقاء يتجدد بكم غدا في نفس الموعد. رؤية كانت ولا تزال، واستبقى دائما معكم، منكم وإليكم، تصبحون على الف خير.